بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم سبورتس. قبل الاخبار الحصريه وقبل كل شيء، الزمالك بيرد بالثلاثه. على قد اللي كان فيه الزمالك في الثلاث مباريات اللي فاتت، على قد اللي عمله الزمالك النهارده ومنذ لحظات امام الترجي التونسي. فرق كبير جدا يبقى عندك روح، فرق كبير جدا تبقى مركز، فرق كبير جدا لما تبدا بتشكيل صح، فرق كبير جدا لما تحترم جمهورك، فرق كبير جدا لما تعرف اسمك وتاريخك وكيانك ومكانتك في القارة الإفريقية. نادي الزمالك اللي كان خسر بسهولة أمام الترجي في تونس 2-0، النهاردة بيرد الدين بثلاث أهداف مقابل هدف. والزمالك كمان كان قادر على أنه يزود الغلة إلى أربع أو خمس أهداف في مقابل يعني كرات قليلة جدا للترجي. كل الاحترام لفريق الترجي وهاردراك، لكنه من حق الزمالك النهاردة ومن حق جمهور الزمالك ان هم يفرحوا بفرقتهم. اهم حاجة النهاردة في الزمالك، اهم حاجتين في الزمالك. اول حاجة عودة الروح، تحس اللعيبة بتلعب بغل من قلبها عشان نادي الزمالك، عشان تيشيرت الزمالك. مش فارقة بقى من حسام عبد المجيد لزيزو للجزيري اللي بيسجل في الثواني الأخيرة من اللقاء، لسيف فاروق جعفر اللي بيفتتح التسجيل، مش فارقة معاهم مين يجيب جون، فارقة معاهم ان هم يجيبوا الاجوان، ان هم يكسبوا، ان هم يفرحوا جمهورهم. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، التشكيلة صح. يعني انت بتلعب في اليمين بالمسلوسي، وبتلعب في الشمال بأحمد فتوح وعودته مكسب كبير جدا نادي الزمالك، وبتلعب في القلب بحسام عبد المجيد وعبد الغني، وبتلعب في وسط الملعب بدونجا واشرف روقه وسيف جعفر، وبتلعب بشلبي في الشمال وزيزو في اليمين والجزيري في القلب. طول الوقت عمالين نقول زيزو مكانه اليمين، شلبي مكانه الشمال، الجزيري مكانه راس حربه. زيزو بقى تحطه تحت راس الحربه، ومره تحطه في الشمال، ومره تحطه مش عارف صانع العاب، ما ينفعش. فالتركيبه صح، التوليفه صح، فالكيمياء ظبطت. توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا ان الزمالك مع الدقيقه الثامنه سيفي يسدد تخبط في الراس الراجل وتدخل، ده توفيق من ربنا، لكن جاي نتيجه مجهود. وبعدين بعدها على طول بنالتي صحيحه 100%. بصوا البنالتي مفيش فيها شك خالص، يعني كره اتلعبت من صبح طويله، نطت الجزيري يحارب معاها، الراجل مسكه، بنالتي، جون، تمام، 2-0. رغم البدايه المتوتره للزمالك في الشوط الثاني ونجح رياض بن عياد انه يسجل هدف تخليص الفارق في الدقيقة 57، لكن الزمالك ظل اخطر. صحيح الاستحواذ للترجي، لكن كلها كرات عرضية، حاجات ضربات رأس خفيفة، الشكل العام ما فيهوش خطورة. والزمالك بيلعب على المرتدات وعرضية قبل النهاية ورأسية رائعة من سيف الجزيري، 3-1 خلص المباراة. ده اللي كان مطلوب من لعيبة الزمالك، ده اللي كان جمهور الزمالك بيستناه من فرقته. عايزين نكسب، ما ينفعش الزمالك يلعب ثلاث ماتشات ما يسجلش ولا هدف، ما ينفعش. فالزمالك النهارده رد على الجميع بتسجيله ثلاث اهداف في الترجي القوي واعاد امله. ليه بقى اعاد امله؟ صحيح نتيجه شباب بلوزداد مع المريخ مش في مصلحه الزمالك، وفوز شباب بلوزداد على المريخ 1-0 فبقى 6 نقاط، والمباراه القادمه للزمالك امام بلوزداد، وهقول لكم الدنيا شكلها عامله ازاي. فالمجموعة بقت الآن الترجي ب9 نقاط، الشباب بلوزداد ب6 نقاط، الزمالك ب4 نقاط، المريخ ب4 نقاط، والزمالك بقى المركز الثالث والمريخ الرابع بفارق الأهداف. شباب بلوزداد عنده المباراة القادمة الزمالك في الجزائر. فوز الزمالك أقول لك مبروك عليه، لأني هضمن لك إنه هيكسب المريخ هنا. ففوز الزمالك يبقى 7 نقاط، فوزه على المريخ يبقى 10 نقاط، يبقى مبروك عليه. ياخد اول مجموعه، ياخد تاني مجموعه طبقا لنتائج الترجي، لان الترجي عنده مباراتين، مباراه مع شباب بلوزداد في تونس، مباراه مع المريخ في ليبيا. هو الترجي ما بيحبوش يلعبوا على الاراضي الترتان شويه، لكن هم فرقه قويه وفرقه محترمه، والمريخ ايضا فرقه قويه وفرقه محترمه، والله يسهل للجميع. شباب بلوزداد 6 بونت. مباراته القادمة مع الزمالك في الجزائر. تعادل الزمالك هيبقى 5 نقاط، وشباب بلوزداد 7 نقاط. وينتظروا مباراة الترجي مع المريخ. المريخ هيكلبش فيها بإيديه وسنانه، لأنها الفرصة الأخيرة بالنسبة له.
التعادل او الهزيمه معناه انه بره البطوله خلاص. مباراه لن تكون سهله على الترجي، كل يعني الاحتمالات وارده، فوز الترجي، فوز المريخ او التعادل. ايه الافضل بالنسبه للزمالك؟ انا اعتقد فوز المريخ. هتقولي كده مقربين لانه المريخ جاي للزمالك في القاهره والزمالك مش هيفرط في المباراه دي، فحتى لما يوصل 7 نقاط والزمالك يبقى 5 نقاط يفوز على المريخ يبقى 8، او الزمالك يبقى 7 نقاط في حاله فوزه على شباب بلوزداد ويفوز هنا زي ما بقول لك يبقى مبروك عليه ووصل بالسلامه ان شاء الله. شباب بلوزداد فوزه على الزمالك هيبقى 9 نقاط، خلاص الزمالك بره، لان هيبقى 9 والزمالك 4 خلاص الموضوع انتهى. وحتى لو الترجي ظل على 9 نقاط خلاص الموضوع انتهى بالنسبه للزمالك، اقصى حاجه يوصل لها 7 نقاط. فالزمالك مطالب بعدم الخساره امام شباب بلوزداد، ومطالب بالفوز ان امكن، ان لم يكن ممكنا على الاقل لا يخسر، فيبقى شباب بلوزداد 7 وطالع للترجي في تونس، والزمالك يبقى 5 وجاي له فريق المريخ. هيكون بيكفي شباب بلوزداد التعادل طبقا للنتائج المباشره اذا الزمالك ما كسبش، لانه شباب بلوزداد كسبان الزمالك هنا، لكن يبقى عندنا امل. لكن فوز الزمالك على شباب بلوزداد في الجزائر مبروك عليه، وانا بقول لك رغم ان شباب بلوزداد فاز على الزمالك في القاهره، الزمالك قادر على الفوز على شباب بلوزداد في الجزائر. دي وجهه نظري الشخصيه، يعني انه كمان مباراه النهارده ادت للزمالك دفعه قويه جدا. يا جماعه تركيبه الفرقه صح، الرصه صح، زيزو يمين، شلب شمال، الجزيري راس حربه، تحت في القلب سيف فاروق جعفر مع دونجا مع اشرف رؤى، والباكين المسلوسي وفتوح. الدنيا بسيطه خالص، ما سيف بيتقدم وبيسجل وحاجه جميله جدا على سيف فاروق جعفر. ادي ترتيب يا جماعه المجموعه قبل مباراتين. زمالك بعد ما كان يقبع في المركز الاخير بقى في المركز الثالث برصيد 4 اهداف، كان عليه 3 بقى دلوقتي زمالك ليه 3 وعليه 4 ماينس 1. المريخ ليه 1 وعليه 2 ماينس 1، بس الزمالك مسجل اكتر. وطبقا للمواجهات المباشره لسه في كلام كتير في المجموعه دي، لسه في كلام كتير في مجموعه الزمالك، بس عليه ان يحاول ان يعود منتصرا من الجزائر على شباب بلوزداد. فريق محترم، فريق قوي، فريق عنده روح، وفريق عنده جمهور، ونقلوا مباراته من مدينة إلى مدينة، وكان هناك دعم جماهيري قوي جدا اليوم في مباراتهم مع المريخ، واستحقوا الفوز طبقا للي احنا بنقراه. يعني كلنا كنا بنتابع مباراة الزمالك والترجي. مبروك للزمالك، وأنا لو منهم يمسكوا في دي، ما هي الفرص ما بتجيش كتير، فلما بتجيلك حاجة ان انت تعرف تمسك فيها بايديك وسنانك امسك فيها. كده بقى ايه هيقف الكلام، فيريرا ماشي، واسامة نبيه هيستقيل بعد مباراة الترجي، ومش كل الكلام ده بقى هيترمي. وانت لما بتكسب، لما بتنجح، الناس تقولك مبروك عليك، كمل حدوتك بقى، كمل مشوارك، كمل سكتك. وانا فاكر من كام سنة كده فريق الاعدادي يفكرني انه برضو كان الزمالك عنده مباراة صعبة في الجزائر وكان عادة فائزا. يعني صحيح بصراحة يعني الأندية الجزائرية بتقدم عروض طيبة في البطولة وشكلها أفضل وشكلها أحسن، لكن خبرات الزمالك أكبر وفرص نجاح الزمالك، بس كيفية إدارة المباراة ممكن تديله فرصة أكبر في الوصول إن شاء الله. النهاردة لعب صبحي كان كويس باستثناء هزة كده في لعبة كرة عرضية لكنها طلعت ركنية، لكن واقف على رجله بشكل كويس، وعنده عواد حارس مرمى ممتاز، وبالتالي بقى عنده الاثنين حراس بيلعب معاهم أو بيلعب بيهم. والراجل عمل تغييرات، نزل سيد نيمار بدل من سيف جعفر في الدقيقه 62، ونزل ابراهيم انداي بدل من مصطفى شلبي، ونزل عمرو السيسي بدل من ومحمد طارق بدل من سيف الجزيري واحمد فتوح. ده تغيير تكريمي في النهايه. يعني الزمالك والمولوديه في الجزائر بشكركم، الزمالك كسب هناك 2-0 والمولوديه كان في افضل حالاته في هذا التوقيت، فالزمالك ليس غريبا عليه الفوز على الفرق الجزائرية في الجزائر. شوية تركيز، شوية هدوء، ربنا يكرم بإذن الله. ده ما يخص مباراة الزمالك والترجي التونسي، والأمور ماشية بشكل جيد. يلا بينا بقى فقرة حصري مع شوبير. الأهلي قرر أنه يعالج حسين الشحات بالبلازما
في محاوله انه يلحق بمباراه صن داونز، وحسين الشحات هيتجنن ويسافر لانه صن داونز ولاضم فيها مباراه القطن الكاميروني. الاهلي هيسافر مباشره من جنوب افريقيا الى الكاميرون يعني. في تمرينه بكره صباحا، كولر عايزه جدا، ويعني الجهاز الطبي بيقول انه يعني بيبذل قصارى جهده. طبعا مباراه صن داونز بره، مباراه القطن جايز يعني. انا توقعي انه صعب يلحق، وربنا يسهل. يا جماعة الخير، في أخبار لو سمحتوا لما تتكتب اضحكوا عليها، أو لما تتقال اضحكوا عليها. إيه هي الأخبار؟ عماد متعب، لما تقول لي عماد متعب مرشح مديرا للكرة في النادي الأهلي مثلا يعني، طبعا السيد عبد الحفيظ ما شاء الله يعني هو الراجل مدير كرة رائع وهايل وعمل شغل أكتر من ممتاز مع النادي الأهلي يعني، وقاعد وفي ثقه من الاداره وثقه من الجمهور وكل حاجه. لكن لما تقول ان عماد متعب مرشح مديرا للكره اقبلها، اقبلها، انه عماد عنده المواصفات وراجل نائب رئيس رابطه الانديه وراجل ما شاء الله عليه و لا عماد لا الراجل لا درب قبل كده ولا دخل جهاز فني قبل كده ولا حاجه من دي خالص. فهو حتى لما بكلم عماد متعب فضحك، ضحك قال لي طب ازاي يا كابتن يعني. فالامر مش طبيعي يعني انك تصدق الكلام ده، امر غريب جدا. كولر نفسه يا جماعه ما طلبش اضافه للجهاز الفني يعني، مارسيل كولر ما طلبش، طلب معد نفسي الاهلي جاب له، حد تغذيه كان موجود. على فكره الاهلي اللي هيدخل جديد على الجهاز احتمال كبير جدا يبقى محلل الاداء، والمرشح موسى اللي كان او موسي اللي كان مع موسيماني، واللعيبه على فكره بتثق فيه جدا، وهو عايز كمان اكتر من محلل اداء. ده الاضافه اللي ممكن تنضم الى الجهاز الفني للنادي الاهلي، لكن مدرب في الملعب يعني طب ازاي؟ بس. الزمالك يعني خلاص بيخلص كل قصص المستحقات، وانا قلت لكم موضوع سيف الجزيري والكلام ده كله كلام بسيط، لانه خلاص الموضوع يعني كله اقل من مليون جنيه يعني، لانه في حق رعايه وكان زمان وكان القصه، والفيفا قرر الزام نادي الزمالك بدفع 838 الف جنيه لصالح نادي الافريقي التونسي. يعني كلام بسيط يعني. الزمالك الحقيقه هيسدد المبلغ للافريقي التونسي، وكمان هيسددوا جزء من مستحقات المدرب السابق كريستيان جروس، عشان ما تحصلش الازمه قبل اللي حصلت قبل كده ووقف القيد يعني. تعرفين الزمالك كان السنه اللي فاتت كان عمل تسويه مع جروس، وكان بدا يسدد مستحقاته على اقساط، وبعدين نظرا للازمه الماديه توقفت يعني. لكن اللي بيعمله الزمالك دلوقتي هو افضل حاجه. من الاخبار الطيبه للزمالك انه نادي ميتلاند الدنماركي بعت للزمالك قال له ان احنا حولنا مستحقات امام عاشور، وانها في الساعات القليله المقبله ستصل، واداره النادي بتنتظر وصول قيمه الصفقه خلال ساعات يعني 2,650,000 دولار في خصم نسبه رعايه لنادي غزل المحله. المصدر على فكره قال ان الزمالك بقى اول ما هتوصل له الفلوس هيسدد بقى كل المستحقات المتاخره، رواتب الموظفين العمال، لانها هتعمل انفراجه كبيره جدا جدا للازمه الماليه اللي موجوده. وعلى فكره مش في الزمالك بس، في معظم الانديه المصريه. يلا بالتوفيق ان شاء الله. طيب دي كانت فقره حصري مع شوبير. الهلال السوداني فاز على القطن الكاميروني 2-0، سيمبا التنزاني فاز على فايبرز الاوغندي 1-0، حرية الغيني خسر من الرجاء 3-1، والرجاء ضيع كمان ضربة جزاء. زمالك فاز على الترجي 3-1، شباب رياضي بلوزداد فاز على المريخ 1-0. ان شاء الله السبت 11 مارس سان داونز مع الاهلي، بترو اتلتيكو الانجولي مع الوداد الرياضي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري مع فيتا كلوب من جمهورية الكونغو. ترتيب المجموعات، الوداد في الصدارة ب6، بترو اتلتيكو وشبيبة القبائل ب4، فيتا ب3، مجموعة مشتعلة. الهلال ب9، صن داونز ب7 ولكن بمباراة أقل، الأهلي ب4، القطن بلا نقاط.
الرجاء علامة كاملة ب 12 نقطة من 4 مباريات، سيمبا ب6 نقاط من 4 مباريات، حرية ب4 نقاط، وفايبرز بنقطة واحدة. الترجي ب9 نقاط، شباب بلوزداد ب6، الزمالك ب4، والمريخ ب4. ده الترتيب المجموعات حتى هذه اللحظة. ادخل في ماتش الاهلي والمقاولين ولا استنى شويه يا جماعه المؤتمر الصحفي بتاع فريرة؟ نخش على الاهلي والمقاولين، ولما يجي لنا مؤتمر فريرة هنعرضه على حضراتكم. الاهلي كان عنده مباراه صعبه جدا جدا النهارده. قبل ما استعرضها بس فنان، طب خلاص نستعرضها فنان مفيش مشكله. مع بدايه المباراه كان ضربه جزاء صحيحه، طاهر محمد طاهر عمل مباراه كويسه النهارده، عاد علي معلول لتسديد ضربات الجزاء، يعني قرر انه يحطها في نص الجول، لما هنشوفها تاني هتلاقيها محطوطه في وسط المرمى، قرر انه يحطها في وسط الجول. قال بدايته ما فيش احلى من كده، يعني انت محسوب لك في الدقيقه الاولى بينالتي على ما خلصت الاعتراضات والكلام والحدوته، كان علي معلول بيسجل وبيتقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. بص حضراتكم، هي كانت هتيجي في رجل على فكره محمود ابو السعود، يعني هو علي اختار نص الملعب، بس كان محمود حدف رجله شمال شويه، طبعا لا يمكن انك تحمل حطها في النص بالظبط، هي عارف لو اعتمد على رجله الشمال كان صدها، لكنه علي معلول برضه خبير في ضربات الجزاء. بص اللعبه دي لانها مهمه جدا، بص محمد عبد المنعم ولو ان ده خطر جدا، لكنه الاصرار على عدم التشتيت والتمرير دي حاجه بتفرق لعيب عن لعيب. محمد عبد المنعم لحمدي فتحي لشادي حسين لمروان عطيه، هاني برافو عليه وكويس ان التو سبق لانه كان هيبقى اوف سايد، هاني العرضيه تخبط في فاروقه ويبقى الهدف الثاني. انت بقى عايز ايه احسن من كده بعد 22 دقيقه متقدم 2-0 مع فريق شرس زي المقاولين العرب؟ لان السنه دي الحقيقه شوقي غريب عامل شكل ولون ومعنى لفريق المقاولين العرب. فالاهلي بعد 22 دقيقه النتيجه 2-0 والمباراه ماشيه في صالحه تمام التمام 100 فل و14، لكنه وهنا هتدي عذر كبير جدا للاعيبه نادي الاهلي. شوف بس الهدف الاوفر حلو قوي زوجف اوشايا، وطبعا كالعاده ادي ثلاثه من لاعيبه النادي الاهلي وسابوا اوكولوي لوحده، سددها حلو قوي بدماغه على يمين محمد الشناوي مسجلا هدف تقليص الفارق، بقت النتيجه 2-1. بص حضراتكم في لعيبه يعني ايه التركيز شويه ضايع، هنا المفروض علي معلول بيلعب بدماغه، علي معلول على فكره هو نجم الاهلي الاول اليوم، لكن انا بتكلم التعامل مع الكره دي عامله ازاي، هو كمان تخطيطه العكسيه مش بتاعته يعني. الاهلي الفاول ده كان حلو قوي قوي من علي معلول لبيرسي تاو بجوار القائم، وبيرسي تاو سد التسديده كمان انقذها محمود ابو السعود، وفي تسديده انقذها محمد الشناوي، لكن المقاولين العرب طبعا كان افضل واخطر الشوط الثاني، لكنه الاهلي كان عنده فرص كان ممكن يسجل. فرص المقاولين مش كتيره، لكنه كان استحواذ الكرات الطويله هنا، لو احسن استقبالها بيرسي تاو كان ممكن يبقى انفراد، لكنه عامه عمل الشوط الاولاني احسن من الشوط الثاني. طبعا الاهلي ترك نص الملعب تماما اختياريا لفريق المقاولين العرب، لان الاهلي مسافر الصبح جنوب افريقيا، دي التسديده اللي انقذها الشناوي، وما كانش فيه متابعه من لاعيبه نادي المقاولون، المتابعه كانت من لاعيبه النادي الاهلي، ولحقها الشناوي مره تانية. طاهر لحد ما خرج ما كانش وحش يعني، ما كانش بطال، دي برضو احمد علاء انقذ هدف كانت تسديده كانت رايحه في اتجاهها، وبيرسي تاو لعبها بالعرض، لكن محمود ابو السعود انقذها، لا يسال طبعا عن الهدفين، ودي تسديده ضعيفه من لاعب المقاولين، ادها الحكم محمد الحنفي اللي قدم مباراه طيبه النهارده الى ضربه ركنيه، وكان نزل الناشئ رأفت خليل خامه طيبه، بس محتاج يلعب السهل عشان الدنيا تمشي بشكل كويس. الاهلي النهارده بيلعب لعب تجاري، لعب تجاري يعني ما تقدرش تتكلم عليه خالص، لانه كان لاعب من 3 ايام القطن الكاميروني، وبيلعب النهارده المقاولين العرب، ومسافر بكره الصبح رحلة 10-12 ساعة لجنوب افريقيا، هيتمرنوا بكرة الصبح استشفاء، هيطلعوا من الملعب للمطار لجنوب افريقيا، يلعب يوم السبت اللي جاي مباراة. فالاهلي كان مطلوب منه فقط لا غير انه يفوز النهاردة، لانه الجماهير كانت حاطة دي على قلبها بعد التعادل مع الداخلية، خايفين بقى لك احنا المؤجلات ونخسر نقاط في المؤجلات. ففوز الاهلي النهاردة ريح جمهوره، ريح فرقته، ريح محبي الدنيا الى حد ما بتمشي بهدوء. الاهلي عنده المشكله مباراه سان داونز، مباراه سان داونز
اقل حاجه هو التعادل. هي محتاجه مخمخه وتركيز وتكتيك. هل انا متفائل؟ يعني مش متشائم، مش متشائم. هي محتاجه، بقول لحضراتكم تركز بشكل كويس قوي، زي ما حصل ان لم تخن الذاكره ايام فايلر، كان الاهلي متقدم اضاع الفوز، انتهت المباراه بالتعادل 1-1. الاهلي لم يسبق له الفوز على سان داونز في سان داونز، لكن لماذا لا يفوز؟ او ان لم يفوز لا يخسر. فوز الاهلي اقول له مبروك، تعادل النادي الاهلي يبقى معلق على نتيجه الهلال وسان داونز في السودان، هنا هيبقى المباراه ماشيه فير بنسبه 100%. وعلى فكره في كل الاحوال بتوع جنوب افريقيا بيلعبوا فير، يعني في كل الاحوال يعني، لكن هو ممكن يلعب بالصف الثاني، يلعب باللعيبه اللي ما بتلعبش، خلاص هيكون ضمن الصعود. زي بقول لكم برضو ما بيحبوش الاهلي يكون موجود في البطوله حتى النهايه، لكنه هزيمه النادي الاهلي خلاص هو يعني بنسبه كبيره جدا هو خارج البطوله، الا اذا تعادل بقى القطن مع، تفضل بقى تحسبها من هنا، خلي يا عم انت اللي بتقرر مصيرك، ما نقولش اذا ده تعادل مع ده وده اذا خسر من ده وده اذا كسب ده، بتبقى الحسابات دي صعبه شويه. عندنا ضيفنا النهارده كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي اسوان، اللي عامل حاله الفتره الاخيره الحقيقه مع نادي اسوان، وبيأدي وبيقدم عروض طيبه جدا. نروح لفاصل ونستقبل كابتن ايمن الرمادي. وصل نادي أسوان نتائجه الممتازة في الدوري تحت قيادة مديره الفني المتميز أيمن الرمادي، وحقق انتصاره السابع هذا الموسم على حساب مضيفه غزل المحلة في منافسات الجولة 20 بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11 في جدول الترتيب. بعد أكثر من 20 عاما قضاها في منطقة الخليج معظمها بالإمارات، عاد الرمادي لمصر من بوابة أسوان الذي تألق معه كلاعب في التسعينيات، وتولى المهمة الفنية خلفا للقدير ربيع ياسين في 5 نوفمبر الماضي. موقف فريق زهرة الجنوب الصعب وخروجه خالي الوفاض في أول 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري والأهلي والمحلة، بالإضافة لضعف الإمكانات المادية للنادي العائد للأضواء، ضعف من صعوبة المهمة والتي رأى البعض أن مجرد المراهنة على نجاحها ضرب من ضروب المستحيل. ورغم البداية الصعبة بالخسارة أمام فيوتشر بصعوبة، حقق الفريق 2 على فاركو وسموحة، لكنه عاد وخسر بصعوبة أيضا أمام سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بفارق 1 فقط، قبل أن تظهر بصمات المدرب الكبير بعدها ب3 انتصارات متتالية كانت على حساب إنبي والمصري والزمالك حامل اللقب، في مباراة فرض فيها الرمادي تفوقا مطلقا على المدرب البرتغالي الكبير جيزوالدو فيريرا خصوصا في الشوط الأول، وأعاد للأذهان صوالاته وجولاته في الدوري الإماراتي أمام عمالقة التدريب في أوروبا وأمريكا الجنوبية. سبعة 17 مباراة خاضها زملاء الهداف محمد حمدي زكي تحت قيادة مديرهم الفني الذي أثبت للجميع قدراته الهائلة، وبات هدفا للعديد من الأندية الكبرى في المستقبل القريب. أسوان حصد مع الرمادي 25 نقطة من 7 انتصارات و4 تعادلات، وسجل 17 هدفا مقابل 16 في شباكه، ولم يتأثر حتى الآن برحيل نجمه المغربي أحمد بالحاج لصفوف الزمالك في يناير، أو إصابة مهاجمه الأنجولي ديلسون كاموني منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 18، وهي أرقام ترشحه لتحقيق أفضل مركز طوال تاريخه في الدوري لو استمر على نفس المعدل. كا
كابتن ايمن الرمادي. يا مساء الفل، منورنا ابو الكباتن ووحشنا جدا. مساء الخير يا كابتن، انت اللي حضرتك وحشني جدا. انا سعيد جدا بالتواجد معاك، وكمان سعيد بالتقرير الجميل ده. انا بشكر فريق الاعداد وبشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي، ودايما انا بسعد لما ابقى معاك. ربنا يخليك يا رب. الله يبارك فيك. ايه الاخبار؟ والله الامور الحمد لله مستقره. بتقبض بعد اسهل؟ لا، الامور اسهل شويه. لان الحقيقه عملوا جهد كبير جدا، وانا الحقيقه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا عايز اوجه شكري لسياده المحافظ اشرف. نعم. عمل جهد غير عادي يا كابتن، حتى معنوي يعني. نعم. يعني جالنا اكتر من 3-4 مرات التدريب. وعمل جهد غير عادي، ومجلس الاداره بصراحه قام بجهد كبير جدا، لان الوضع كان لا يحتمل. نعم. وشويه انا ادعت برضو بارشنات بالحاج برضو. فشويه برضو خلت رغم ان هو، خلي بالك انا يعني مش هاجي اعلن على المبلغ، لكن المبلغ زهيد. 4,650,000. مش هتعلن ايه؟ المستشار الشافعي صالح هو طلع في كل القنوات واعلن الرقم. يعني مش هتعلن عن ايه؟ هو يعلن 4 لكن مليون وبالقيمه المضافه 4. ده انا حافظ الرقم 4 مليون يا 560 يا 650 يعني. لا صحيح صحيح. يعني. انت تقدر تعرف، لكن انا لا اعرف يعني. ايه ده على الهوا يعني. طيب عموما بس انت يعني كتر خيره بيجتهد يعني. المبلغ يعتبر زهيد لكن نفعنا جدا. طبعا. كنا هنتوقف فعلا يا كابتن. يا خبر ابيض. والله كنا هنتوقف. يعني فعلا كان الوضع في صعوبه شديده يعني. الحقيقه انا بدون مبالغه يعني، في ناس كتيره قوي يا كابتن بمنتهى الامانه، رغم ان انا كنت مضغوط وضغطهم وكده، لكن في ناس اجتهدت فعلا. وعندنا بصراحه يعني كادر اداري اللي هم ملتصقين بالفريق. متميزين جدا. طيب انا خلينا نفتح قلبنا لبعض شويه. ايمن الرمادي تالق غير عادي في الامارات، وانا شاهد على ده. يمكن كنا دايما بنتابع لقاءاتك، ولما بتيجي اجازه بتبقى ضيفنا بتنورنا، وبنتابع اهدافك وبنتابع تالقك هناك، وعندك اسم بسم الله ما شاء الله هناك. ريحت شويه، هتعمل برنامج طبعا الدكتور نادر الشريف صديقي وصديقك، كل شويه بعت لي الحاجات اللي انت بتحللها. أيوة. وهو عاشق يعني الموضوع التحليل ده، فيقول لي ايمن بيحلل بشكل تاني، طريقه تانيه خالص، وعامل شعبيه وجماهيريه حتى في التحليل هناك. رجوعك بقى لمصر، رجوعك لاسوان، هنقولنا هنتكلم بصراحه شويه، انت اللي سعيت؟ انا قبل كده لما كنت بطلع مع حضرتك كنت دايما ايه مستبعد قصه ان انا ارجع مصر. صح. جت من سنتين من بعد، وتحديدا من ايام كورونا، يعني كان عندي حنين كبير جدا ان انا اشتغل في مصر. حلو. وكان عندي معطيات احتفظ بها لنفسي يعني شويه. اللي هي معطيات العمل في مصر ممكن تكون شكلها ازاي. نعم. لان كان عندي ايمان كبير جدا ان احنا ان شاء الله حتى مع اي فريق ممكن يعني ربنا يوفقنا يعني وننجح كويس. لان اللاعب المصري يا كابتن زي ما انا بعلنها دايما، اللاعب المصري واللاعب الجزائري هم الاقوى عربيا يعني. مصري والجزائري طبعا هم اقوى. المغاربه مكسرين الدنيا. اللاعب المغربي كمان متميز جدا. انا بتكلم على الاحصائيات بتاع القوه والسرعه والمهاره، اللاعب المصري والجزائري مولودين كده عندهم. نعم. عندهم بالفطره يعني. وطبعا اللاعب المغربي متميز جدا، بس اللاعب المغربي تميزه اكتر بانه هو يعني انفتح على الاحتراف. خطوته التانية اوروبا على طول. بالظبط. نعم. انفتح على الاحتراف بصوره كبيره جدا. نعم. يعني الحقيقه فكان نفسي ان انا اشتغل في مصر. حلو. ويمكن لا اخفي سرا، يمكن كلمت انا حضرتك في الموضوع ده قبل. نعم. كده قلت لك. نعم. انا فعلا دلوقتي عندي حنين ان انا اشتغل في مصر. حصل. الحقيقه انا ما ساعدتش لان انا اروح اسوان كاسوان بالتحديد. نعم. لكن انا تلقيت مكالمه من صديقي العزيز كابتن احمد كمال، ودول كانوا زمايلي يعني، والكابتن حمدي حمدان. هم اول ناس فتحوني كويس وكلموني، وانا كنت متخوف من الخطوه دي بسبب برضو موضوع السفر والامكانيات. نعم. ويمكن الكل يعني كنا كلنا قبل ما يبدا الدوري من اللي ممكن يكون بينافس على الهبوط، مش عايز اقول ينزل. مع اسوان كان دايما. نعم. اسوان المرشح. نعم. فدي كانت تخوف، لان البدايه الخطا كانت تروح بينا لبعيد لمنطقه تانية، منطقه مش كويسه. فالحقيقه الوقت ده كابتن خد معايا صراع مع النفس كان لمده اسبوعين قاتله. مفيش نوم. ياه. والله العظيم يا كابتن يعني لما جالك عرض اسوان. تخيل انت بتسيب برنامج ناجح. ومفيش مخلوق
ما نصحنيش ان انت اوعى تسيب البرنامج. ناجح جدا هو يعتبر من البرامج في احدى القنوات يعني يعتبر من البرامج اللي هي كانت عامله صرخه ده يعني. صحيح. وبعدين عندك كمان امكانيه ان انت تشتغل في دوري المحترفين الاماراتي. دايما بيجيبوك يعني يعني وسيله انقاذ احيانا صح يعني. فلو ما يبقى عندك هذا الصراع مع النفس ما قدامكش الا ان انت فعلا تستخير رب العالمين هو نعم المولى يعني وتتوكل على الله. فتوكلت على الله ووافقت. لكن اسبوع وحسيت ان يعني الدنيا طيب عشان وقتنا بس بيبقى قليل شويه هستاذنك اروح لفاصل صحيح. ونرجع نكمل قصص كابتن ايمن بس هنجري شويه عشان حلقتنا النهارده بتنتهي الساعه 1 باذن الله ان شاء الله. طيب كابتن ايمن شايف ان تجربه اسوان ايجابياتها كثيره بالنسبه لك انه خلينا نتكلم بمنتهى الامانه كانت باترينا جيده للكابتن ايمن رمادي؟ طبعا هي تجربه بالنسبه لي مفيده جدا وممتازه واكثر ما فيها ان الحمد لله ربنا اكرمنا وشويه يعني وجدنا بسمه كويسه على وجوه الاسوانيه. انت عارف التقرير ده الحقيقه لما بتجيب مدينه اسوان وجمالها حاجه بديعه جدا يعني. فاكتر حاجه مفيده في التجربه دي ان هي طبعا عرفت الناس بيها لان ما كنتش اشتغلت هنا قبل كده. كنت متوقع انك تعمل النجاح ده؟ كنت متوقع انك تاخد الشعبيه الكبيره دي في وقت قليل خاصه انت مع فريق مكافح مجاهد زي فريق اسوان؟ شوف كنتائج ما كنتش متوقع يعني ما فيش توقع لكن كعمل هيبقى فيه ايجابيات كنت متوقع ان احنا نعمل بصوره ايجابيه لان انا الحقيقه برضو ما زلت بقول ان اللاعب المصري لاعب متميز جدا وبيقدر يحفظ بسرعه يعني. طيب يعني لما بتيجي بتتكلم على مباريات انت كسبتها مباراه مثلا زي المصري مباراه زي انتي مباراه زي الزمالك مباراه فاركو الداخليه في الداخليه فاركو غزل المحله في المحله سموحه في الاسكندريه يعني كنت متعامل ما شاء الله 7 فوز صحيح. يعني دول 21 بونت و4 تعادل ادي 25 نقطه اللي هي حصلت اسوان حتى هذه اللحظه يعني كنت متوقع ان المباريات دي تمشي معاك بالشكل ده؟ احنا من اول مباراه لما لعبنا في يوتشر كنت متوقع ان احنا ادائنا هيبقى جيد لكن كنتائج زي ما بقول لحضرتك مفيش توقع في النتائج نعم. لكن انا بمجرد ما شفت الفرق وتعاملنا مع الفرق ولعبنا مع الفرق احنا بدأنا بمباراة المحلة في كاس اللي هو الرابطة خسرتها بضربات ترجيح وبعدين لعبنا لا هم كسبوا بضربات الترجيح احنا خسرنا بضربات الترجيح صحيح نعم. وبعدها لعبنا في يوتشر حسيت ان في يوتشر من الفرق اللي هي من الاربعة الاوائل وادائنا كان قدامها متميز حسيت ان احنا نقدر يعني نأدي بصورة جيدة قدام كل الفرق يعني. طيب دي مقدمة لمواسم قادمة مع فرق مصرية أخرى. وخليني أكلمك بصراحة شوية الأزمة اللي حصلت والأزمة المادية والقصة كنت على وشك الرحيل وما علمته وانت صحح لي لو غلط أو صح إنه كان في عروض من أكتر من نادي منها نادي بيراميدز منها نادي سموحة هو احنا قلنا هنفتح قلبنا هو كان في يعني انا اتكلم معايا اكتر من حد مسؤول مش نعم. اللوكالا يعني من الانديه اللي انا بتكلم عليها من الانديه ولا يمكن اربع انديه كمان اربع انديه نعم. والحقيقه كان انا يعني الحقيقه كنت برحب جدا بس لكن على موسم جديد
لان انت عارف يا كابتن انت عارف انا بتحسس طريقي دلوقتي في الدوري المصري. نعم. ولسه بداياتي مش عايز يتقال برضو ان ايمن بيسيب نادي عشان خاطر يروح نادي تاني. فدي كنت كويس. متحسس فيها جدا. نعم. انا لو انا كنت سبت اسوان كنت السنه دي مش هكمل في اي فريق فعلا فعلا بامانه جديده. يعني ممكن كنت اروح ارجع احلل تاني، ممكن كنت اقعد اتفرج على الدوري. لكن مش عايز اكتسب ابدا صفه ان انا بنط من نادي لنادي عشان برضه عادك مع اسوان ينتهي بنهايه الموسم. مع نهايه الموسم ينتهي. وهتقعد تقرر بقى الدنيا شكلها ايه. صحيح. خاصه على فكرة ان فرص البقاء في الدوري بقت كبيره ما شاء الله. ربنا نعم. كريم ان شاء الله. واحنا لسه هو الميزه بس ان احنا يعني ممكن تحتنا عدد من الانديه. نعم. لكن لسه عايزين خطوه عشان ندخل الامان الكامل. خطوات. لكن برضه ما زلت بقول ان انا برضه مشروع اسوان ما زال الحلم قائم ان احنا ممكن نكمل. نعم. وممكن امشي. نعم. لكن التكملة والمشيان دي طبعا بإيد رب العالمين. نعم. اللي هي أقصد كموسم جديد يعني. أيوه. لكن عايزة أجواء تانية واستراتيجية تانية وماركتينج تانية يا كابتن أحمد عشان خاطر نقدر برضو نوفي شوية من الالتزامات. الأخطاء اللي وقعنا فيها السنة دي لازم تتلاشى. فوجودي أو عدم وجودي ده لسه لحد وقت لم يحسن فيه الأمر يعني. نعم. كموسم جديد يعني. طيب خليني بقى أسألك عن واحنا بنشوف اهداف كتيره وجميله لفرقه اسوان. مباراه الزمالك كانت التوب بالنسبه لك، يعني هي الاعلى تكتيكيا وتهديفيا وفرص وكل شيء كان موجود فيها. لكن الناس قالت انه بعد مباراه اسوان، مش الناس قالت، النتائج كمان حصل تذبذب كبير جدا في اداء الفريق. ايه اللي حصل؟ احنا اعلى مباراه لعبناها كانت سيراميكا، كنا مش محظوظين قوي، ثم الزمالك والمصري متساويين. نعم. المصري عملنا برضو مباراه كانت رائعه يعني، كنا الافضل اغلب اوقات المباراه. لكن الحقيقه اللي حصل، الدروب اللي حصل بعد مباراه الزمالك كان شويه ان احنا اللعيبه يعني حسوا ان هم ادوا حاجه كبيره جدا، وكان الزمالك في الوقت ده يا كابتن كان متصدر. ده صحيح. والمباراة كانت نتيجتها ممكن تطلع غير اللي طلعت دي خالص يعني. نعم. المباراة كانت أحداثها انت مختلفة، 3-4 تجوان. صحيح. والقائم والعرضة وشغلانة، ولكن برضو. نعم. عشان برضو يعني أوقات بيبقى في تشويش شوية في الشكل العام، احنا ما خسرناش بعد الزمالك. احنا تعادلنا البنك الأهلي، تعادلنا. نعم. لكن ما كسبناش. فالناس اعتقدت ان احنا بقى بعد الزمالك لازم نكسب. نعم. كله احنا تعادلنا البنك الأهلي في ملعب البنك الأهلي، وكان معاه بعدها على طول بعد الزمالك بنك الأهلي 0-0، حرس الحدود 1-1. بالزبط. خسرت من مقاولين 1-0. ايوه بالظبط. تعادلت مع الإسماعيلي، تعادلت مع طرائق الجيش، كسبت الداخلية، خسرت من الاتحاد الأهلي، وبعدين خسرت من الأهلي، وبعدين عدت وفزت على المحل. صحيح. نعم. عشان كده احنا كان في مجموعة تعادلات، سلسلة تعادلات. اربع تعادلات بعد ماتش الزمالك، عشان كده الناس اعتقدت ان احنا كنا لازم نكسب المباراة. نعم. احنا على فكرة احنا خسرنا الاتحاد في الاتحاد. نعم. وده موضوع عادي يعني. موارد الاتحاد السنة دي بيقدم عرض رائع. خسرنا. نعم. النادي الأهلي، وده وضع. نعم. عادي يعني. هنقف عند خسارة النادي الأهلي، وهنقف عند حديث فريرة معاك، لأنه كان حديث المجتمع الرياضي او الوسط الرياضي في مصر، والعرض اللي قدمه امام النادي الاهلي كانت الناس متوقعه نتيجه طيبه وعرض اطيب، لكنه لم يحدث. ايه اللي حصل في مباراه الاهلي، وايه الحوار اللي كان مع فريرة؟ نسمع من الكابتن ايمن رمادي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المستمعين. وقفنا عند العرض امام النادي الاهلي، كان عرضا باهتا، نتيجه ثقيله 3-0. وكلام فريرة مع حضرتك عقب المباراه. الاول ناخدها بالترتيب. يلا. كلام مستر فريرة معايا يعني كان بيتكلم باحترام شديد، ما تجاوز. نعم. هو في الحقيقه بمنتهى الصراحه قال لي يعني يا ريت تلعب قدام كل الفرق بالشكل ده. ومنهم النادي الاهلي يعني. وانا الحقيقه رديت على رد طبيعي، قلت له انا ما بلعبش لا لصالح الاهلي ولا الزمالك، ما يعنيش من اللي ياخد الدوري. نعم. اصلا انا يعنيني فريقي فقط يعني. جينا في الحقيقه في مباراه الاهلي، البدايه كانت فيها سجال ما بين كلام فريرة قلقك قبل مباراه الاهلي؟ لا 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 خالص، ولا فكرت تأثير. ما فكرتش على فكره يا كابتن، انا عشت، انت عارف ضغوطات الخليج، انا عشت. نعم. ضغوطات كبيره جدا. انا هنا. نعم. ما فيش ضغوطات يعني، الامور طيبه يعني. نعم. فعايز اقول لحضرتك ان في مباراه الاهلي 30 دقيقه عاديه جدا. لحد ما طلع كاستيلو من الملعب في توقيت كان صعب جدا، اللي هو المدافع. نعم. كان بيلعب مع كهربا.
اول ما طلع يتعالج نفس الكوره كره كهربا هدف وبعدها الجون الثاني بدقايق جالنا ضربه جزاء ضاعت بقت هدف ثالث للاهلي وخلصت المباراه. الوقت ده كان المكان اللي بيلعب فيه كهربا ده المفروض انه متواجد فيه كاستيلو. خلصت المباراه بسيناريو طبعا النادي الاهلي ممكن يكسب باي سيناريو صحيح. ونادي الزمالك برضه ممكن يكسب باي سيناريو لكن خلصت المباراه بسيناريو يعني زي ما تقدر تقول ان ده كان الاوف دي بتاعنا احنا لان الثلاث اجوان في 12 دقيقه كان توقيت صعب. حتى وقت الرجوع للمباراه بضربه جزاء كنت ممكن تغير شويه ريتم المباراه نهايه الشوط غير 3-2-0 لكن الحقيقه انا بحيي لعيبه اسوان ان هم ما نهروش الشوط الثاني وتماسكوا تماسك كبير جدا. ده السؤال بقى انك بعدها مباشره لعبت مع غزل المحله في المحله والمحله كان ماشي كويس جدا يعني شايف ان المباراه دي كانت طوق النجاه بالنسبه لك؟ صحيح هو الحقيقه احنا بنبني على اداء الفريق في الموسم ما بناخدش مباراه بمباراه وعلى فكره انا عايز اقول على حاجه يمكن الناس عارفه ان انا بتعامل مع اللعيبه بصوره جيده جدا لكن انا في الملعب عنيف جدا وممكن قبل مباراه المحله كان حصل شده كبيره جدا لان الموضوع كان فعلا لا يحتمل ابدا اي تهاون او تراخي او ان انت ما تكونش اجريسيف في المباراه دي وتكون قوي عشان تقدر تحقق نتيجه ايجابيه. فالحقيقه اللعيبه عملوا مباراه يا كابتن احمد بتاعت المحله من افضل المباريات. صحيح. يعني فعلا كانت المباراه ممتازه جدا جدا يعني. المحله في المحله ماتش صعب مش سهل. صعب والملعب كمان اجواءه برضو هو طبعا عندهم كرم ضيافه غير عادي وانا عشان كده من خلالك بشكر جدا الكابتن صبر عيد باخلاقياته وادبه والاستاذ اسامه رئيس النادي يعني استقبلونا استقبال جيد جدا وكسبنا الحقيقه وكانت مباراه جيده بالنسبه لنا بس مباراه بخطوه عملاقه. طيب ايمن فكره انه اسوان تلعب في بطوله عربيه كانت فكرتك؟ لا هي بصراحه كانت فكره النادي تسويقيا يعني واللي ساعدهم كمان المحافظ اللواء اشرف ان هو عضد الفكره لان برضو انت لو شفت الفرق اللي مشاركه يا كابتن سيبك من شوف الفرق اللي من اليمن مشاركه مثلا مع كامل الاحترام يعني او اللي من عمان هتلاقي اسوان دي كبلد الحقيقه وبعدين عايز اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه احنا عندنا يا كابتن ايوه امكانياتنا ضعيفه لكن عندنا كادر اداري مش هتصدق انت دي متميز تميز غير عادي لكن انا بتكلم على الجانب الفني كان عندكم فرصه يعني ولا كان شايف لا كان عند ليه احنا 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 مبارياتنا مثلا قدام بيراميدز بنبقى قريبين منها مبارياتنا قدام الزمالك حتى الاهلي الشوط الثاني فاحنا ابدا انا ما عنديش كانش عندي خوف ابدا بالعكس انت لو تذكر احنا في سنه من السنين الوصل الاماراتي هو في المركز ال 11 طلع الاهلي المصري حصل مش كده؟ حصل فما كانش فيه خوف فنيا لكن هو الخوف كانت الامكانيات صعبه شويه سفر واقامات بره وكده يعني طيب خليني بقى ارجع للمفاوضات هل ما تردد ان الزمالك كلمك لتدريبه كان كلام صحيح ولا اشاعات؟ لا لم يحدث ابدا انت قلت لي اربع عندي انا قلت ناديين منهم لا الزمالك ما كانش منهم ابدا لان الزمالك شوف يا كابتن الزمالك خلينا واقعيين الزمالك غني بابنائه بمدربينه غني يعني نادي غني وانا في النهايه مصري يعني لما هياخدوا حد مصري اكيد هياخدوا حد من ابناء نادي طيب. الزمالك خليني بقى اسالك برضو وانت بتستغني عن احمد بالحاج واحد من اهم اللاعبين من اميز اللاعبين في الفرقه وحصل تواصل بيني وبينك وانت قلت لي يعني كنت متاكد من صحه الخبر قلت لي ايوه تمام خلاص النادي وافق على البيع قلت لي انا ما منعتش عشان احل الازمه صحيح. الماديه لكن على الجانب الفني مدى تاثيره على غيابه على نادي اسوان كان عندي خيارين احلاهم مر ان انا ارفض انتقال احمد بالحاج ونعيش ازمه كبيره جدا لو رفضت النادي كان هيمشي تبع كان هيوافق كان هيوافق كان هيوافق على قرارك ودي الحقيقه حاجه من مميزات النادي اللي انا بحييهم عليها يا كابتن هم فعلا بيسمعوا كلامي في كل كبار لان هم عارفين ان انا بشتغل بجديه ما عنديش فالحقيقه كان خيارين احلاهم مر لو رفضت احمد بالحاج هيبقى عندي مشكله مع فريق كامل في مستحقات صحيح ولو مش احمد بالحاج فهو عنصر اساسي مؤثر جدا في ستايل اللعب بتاعنا. نعم. ف
فطبعا العمليه كانت صعبه، عشان كده احنا حصل لنا دروب شويه لحد ما تعود بلال وتعود مرسي وتعودوا المجموعه ان هم يتعودوا على ستايل لعبنا. يعني انت ضحيت بالجنين عشان الام تعيش. ما فيش حل كان ما لهاش حل غير كده. وحاولت على فكره في حلول اخرى ان النادي يجيب استثمارات، لكن الامر كان صعب. الى اي مدى شايف بالحاج هيفيد نادي الزمالك؟ انا شايف ان هو هيفيد نادي الزمالك افاده كبيره جدا، لكن البوزيشن اللي بيلعب فيه صعب ان هو يلعب فيه بالحاج. مركز 10 مش بتاع بالحاج، بالحاج لازم يجي من ورا شويه. بالحاج 8 اكتر منه 10. وجود بالحاج 9.5 ك 10 بيحجم كتير من قدراته. من قدراته. عشان انا شفت كده في مباراه الترجي هو نزل في مركز 10 عشان كده هو بعيد عن الحدث. بعيد عن صناعه اللعب الحقيقيه يعني. ممكن الحقيقه كنت ممكن ابدا الحوار معاك اعرفك على الناس كلاعب كوره لناس كتير ما تعرفش، كنت موجود في النادي الاهلي مثلا. ايوه مقاولين العرب. أيها. بس البدايه كانت الفيوم. البدايه الفيوم. ايوه دمياط. لا البدايه النادي اسمه ناصر الفيوم، شباب ناصر كان من الانديه التاريخ الفيوم. الفيوم كان وبعدين الفيوم دمياط وبعدين اسوان. بس ما بين دمياط واسوان كان في الفتره اللي انت حضرتك كنت فيها في ايفرتون. رحت اتمرنت في النادي الاهلي كان بتوصيه من الكابتن مشير عثمان، انا بحييه من خلالك ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. والحقيقه اتمرنت فتره كويسه وبعدين انت رجعت بقى وكان مسجلين 24 واحد في القائمه. نعم. كان ايامها 25. أيوه. فطبعا لازم تاخد مكانك. فرحت انا بقى في الوقت ده اسوان. والحقيقه انا شفت حاجات كتيره، كانت مساعدات كتيره جدا من اللعيبه. نعم. انا اذكر ايامها كل اللعيبه كانوا بيساعدوني مساعده. وعلى فكره عشان كده دي قمه الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك وكده يعني. رحت اسوان وبعد اسوان خلاص بقى القناه المقاولين. ورحت متصاب رباط صليبي وانا عندي 25 سنه. سافرت بقى بطلت بقى كره يا كابتن، كان عندي شغف بالتدريب غير عادي. خلينا نعرف قصة أيمن الرمادي في التدريب في دولة الإمارات العربية الشقيقة، لكن بعد الفاصل. أيمن الرمادي كسب مارادونا المدرب 5 مرات صح؟ أربع مرات، منهم مباراة 5 اللي قدامكم دي في الدوري الاماراتي. بصرف النظر بقى هو كان مدرب كويس مش كويس، بس ده مارادونا يا باشا. لا كان حاجه كان يعني كاريزما. انت بتسلم عليه تبقى فرحان قوي. هو دمه خفيف جدا يا خبر ابيض. انا يعني ومتواضع. تواضع غير عادي يا كابتن. لا مارادونا وبعدين ايه لذيذ وبيحبنا كعرب وبيحب مصر وبيحب مصر جدا. ايام محمد صلاح طلبنا منه يعمل لنا حاجه كده رحمه الله عليه يعني، راح بعتها لنا في التو واللحظه ما تاخرش يعني الحقيقه يعني. هو كان شهم وجدع. كان جدع. ايمن المدرب قصته في الامارات برضو بس سريعا. لا سريعا انا اشتغلت هي ببساطه اشتغلت 23 سنه في الامارات. الحمد لله بفضل الله عملت ارقام قياسيه ان انا 7 مرات صعود. دي ما فيش يعني مش حتى في الوطن العربي. صعدت مع 7 فرق. 7 مرات صعود ما شاء الله. مع 4 فرق في فرقة منهم صعدت معها 3 مرات. ف7 مرات صعود والحمد لله. اكتر مدرب اشتغل في دوري الخليج العربي او دوري المحترفين. اكتر حد اشتغل فيه يعني الحمد لله بفضل الله. اكتر واحد اترشح لجائزة افضل مدرب. تاني اكتر واحد خدت مدرب الاسبوع بعد كوزميان. كوزميان النهاردة ضرب الرقم بحاجة و20 مرة. مدرب الاسبوع. خلال الاسابيع يعني وانا بعديه. فالحمد لله يعني امور كانت ماشيه بصوره جيده، لكن طبعا ما كانت الموضوع ما كانش سهل. كان نحت في الصخر لان ما كانش ليا اسم كلاعب كبير. نفسك تدرب مين في مصر؟ نفسي ادرب فريق يكون يحمل استراتيجيه ونحط تخطيط واشتغل معاه 5 6 سنين زي ما عملت مع عجمان. مين الفرق اللي بتعمل استراتيجيه في مصر؟ كل الفرق ممكن تعمل استراتيجيات، بس المهم ان هي تكون عندها افكار احترافيه شويه. الافكار الاحترافيه شويه هتفرق مع اي فريق. حتى لو امكانياته مش عايز اقول معدومه ولا متميزه، امكانياته متوسطه. فتفرق كتير جدا معاه ان هو يكون صاحب استراتيجيات يعني. احيانا البعض بيتهمك انك بتهتم بالشياكه على حساب الشغل. البدله والكرافته والنضاره والشغلانه. عايز اقول لك لا اخفى عليك سرا. ان يعني المدرب هو وجهه للفريق. ماشي. واللاعب اللي بيقتنع ان مدربه يعني في احسن في حلته في يوم المباراه فهو بيبقى مهتم بالمباراه. بتبقى قاصد يعني.
طبعا انا طول عمري كده على فكره. والله انت لو شفت لي ماتشات في الامارات على طول عمري بلبس بدله وكرافات او كوت او اي حاجه من اللي هي الكلاسيك. كنت بتلبس تريننج؟ لا عمري ما لبست تريننج في مباراه. انت على راي كابتن شربيني من اصحاب المدربين اصحاب الكرافتات الشيك. انا بحب ان انا يوم المباراه يعني اللعيبه يعني تحس بان المباراه دي حاجه احتفاليه كويسه. يكونوا منطلقين متحررين، ما يكونش عندهم حكايه برضه. عمري ما لعبت مثلا مباراه وانا دقني مثلا طويله يعني. الحقيقه يعني بجهز للمباراه كان فرح. صحيح. الدوري المصري شايفه عامل ازاي؟ الدوري المصري في كل الفرق طبعا التنافس فيه شديد جدا، التنافس على سواء البقاء او المراكز الاربعه الاولى. نعم. لكن الدوري المصري يحتاج لشويه اعتقد من وجهه نظري لتنظيم اكتر. يمكن اول سنه يمكن يتعمل الرابطه، انا متاكد ان هم هيكونوا كويسين في الفترات اللي جايه. لكن في حاجات كتيره ناقصانا نحتاج نكملها، زي موضوع الاعلام والدوري المصري، مناطق الميكس زون، مناطق الحاجات. برضه هقول لحضرتك على حاجه زي ايه، ده انت فكرتني. مفيش حاجه في الدنيا اسمها مباراه من غير مؤتمر صحفي. النهارده في مباراه، قبل المباراه، بعد المباراه، وقبل المباراه. نعم. قبل بعد المباراه ده اوكي شغال، لكن مش قبل المباراه لا مش شغال. والله انا لعبت دلوقتي 17 مباراه، عملنا مؤتمر صحفي في 4-5 مباريات، اللي هي اهلي زمالك مثلا، بيراميدز كده يعني. لكن غريبه جدا. حتى لو ما حضرش الصحفيين في قناه زي اون. نعم. المفروض انها لها حقوق. بس مين اللي هيسال؟ من غير سؤال تقديم. اصل انت مراسل اون. نعم. المؤتمر الصحفي ده في العالم كله انت لعبت اساسي، ده اجباري. وقبل المباراه كمان. نعم. لازم تقديم قبل وبعد. لازم الحاجه الثانيه برضو استغرب احيانا من حكايه برضو اليه رش الملعب، واوقات يرش جزء وجزء لا. صحيح. ما فيش ليها قوانين لسه. استغرب برضو دي ليها ضوابط اصلا يا ايمن؟ طبعا اكيد. وفيها غرامات. يا سلام. اليه رش الملعب فيها غرامات طبعا. في وقت، وفي الكثافه بتاعه الميه تكون قد ايه. المراقب بيبقى عارفها وبيعرف اللي بيتعمد ان هو يأذي حد تاني. دوري المحترفين الامارات يا كابتن واخد افضل دوري في اسيا 3 سنين. على اليابان وكوريا، مش عشان خاطر فنيا. تنظيميا، وانت عارف التنظيم هناك عامل ازاي. طبعا. كمان من الحاجات الغريبه جدا اللي شفتها هنا، ان بعض الفرق احيانا ما تحطش السكور شيت قبل المباراه بتلت ساعه بنص ساعه. ليه؟ مش اسرار عسكريه. ايوه. السكور ده لازم يبقى على صفحه الرابطه من قبل المباراه بساعه ونص. بساعة لكل الفرق. لكل الفرق. ايوه. انا مش محتاج ان انا اعمل صح وغلط على حاجات كتيره الحقيقه. وعلى فكره مش عيب ان احنا نكون عندنا اخطاء وحاجات زي دي ونصوبها. لكن العيب ان احنا نكابر ونقول لا احنا ماشيين طول عمرنا كده، لان كده مش كويس. ودي نقاط قد تبدو للبعض انها نقاط تافهه او نقاط غير هامه، لكن انا مشكلتي ان انا بهتم بالتفاصيل جدا. بتهتم بدي. انا حتى في الملعب آلية يمكن اللاعيبة اللي اشتغلوا معايا عارفين، أنا بهتم بالتفاصيل الزيادة عن اللزوم، لأن هي كرة القدم لعبة التفاصيل. ده صحيح. برضه الإخراج النهائي، لما تلاقي مخرج منتج نهائي جيد، هي تفاصيل صغيرة. طيب، عشان الوقت بيجري مننا، شكل الدوري، شكل المنافسة على البطل، بلاش الهبوط، لكنه الهروب من الهبوط، البطل. البطل اعتقد ما زال الزمالك، وخصوصا النهارده الحاله النفسيه. هينافس الاهلي. الاهلي طبعا هو. نعم. لكن الحاله النفسيه اللي مكسب الزمالك النهارده هتعمل حاله جيده في النادي. نعم. وهتغير اجواء كتيره. اعتقد كمان بيراميدز وفيوتشر قريبين من المنافسه على المراكز الاولى، لكن البطوله اعتقد اهلي وزمالك. يعني انت شايف الزمالك راجع هيرجع. هيرجع الزمالك. هيرجع وهينافس بقوه. هينافس بقوه، لكن الموضوع برضه مش سهل. الاهلي السنه دي برضه استفاد من من مشكلته السنه اللي فاتت. خلينا اسالك بمنتهى الامانه، موقف الاهلي والزمالك افريقيا عامل ازاي؟ وهل استمرارهم في البطوله افضل ام خروجهم؟ والله يا كابتن انا على المستوى المحلي طبعا، في كل اوقات بنتمنى ان هم يكملوا يعني. انا شايف ان لو الامر هيصبح صعب على اي فريق منهم. نعم. في ان هو يحسب، لان البطوله الافريقيه السنه دي مش مضمونه اول اي فريق منهم. ده صحيح. فلو شايف ان الامر صعب، اعتقد ان هو لازم شويه يركز في 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 بطوله، مش معنى ذلك ان هو يسيب التانية. نعم. لكن يمكن احد الفرق خروجها من البطولة قد يكون مفيد ليها في الدوري. لان انت في حاجة في ايدك قوي اللي هي الدوري، او ان انت تنافس على الدوري. وممكن يكون في حاجتين ممكن تخسر الاتنين في توقيت ده واحد. ده صحيح.
فعشان كده انا احساسي، انا طبعا عاذر اللعيبه وعاذر الانديه وعاذر الاهلي والزمالك، ضغوطات المباريات. تخيل ان الزمالك لعب معانا مباراه في اسوان وبعد 48 ساعه بالظبط لعب قدام الداخليه، فعمليه قاسيه جدا. الحقيقه نفسي ان احنا برضو نعرف مفاهيم عشان نساعد الانديه دي، مفاهيم شويه عن يعني طبعا هم لهم كل التقدير والاحترام، لكن مفاهيم شويه عن الجزء الفسيولوجي في تنظيم الجدول المسابقات. طيب. عشان ما نجهدش اللعيبه زي ما إذن الدوري ما زال في الملعب كما هو. صحيح. حتى في حاله خروج الاهلي او الزمالك من البطوله الافريقيه قد يكون في صالح احدهما. صحيح. من اجل الاستمرار في البطوله او الحصول، والاثنين حظوظهم جيده في الصعود. الاثنين لهم حظوظ في الصعود. ده مش قوي. انت بتجامل؟ انا ما بعرفش اجامل، هعمل ايه؟ بعد مكسب النهارده على فكره في امل. الزمالك عنده احتماليات بشرط ان يفوز في مباراتين، والاهلي بيفوز في ثلاث مباريات. اكسب توصل. صحيح. ما تكسبش مش هتوصل. فاصل ونرجع. قبل ما اخدك فقره ثلاثه وثلاثه واقر واعترف، قول لي كده لو هترشح من واحد لاربعه في ترتيب الدوري المصري. ده ترشيح توقعي يعني. لا توقعك. اعتقد اهلي، زمالك، فيوتشر، بيراميدز. فيوتشر قبل بيراميدز؟ اعتقد. ليه؟ برضه فيوتشر فيها كميه لعيبه، طبعا الفرقتين فيهم لعيبه كبار. نعم. لكن فيوتشر برضه فيها لعيبه حيويين كتير يعني. اعتقد يعني اعتقد. وهي مباراتهم مع بيراميدز على فكره في الكونفدراليه كانوا كويسين برضه. كانوا كويسين. بيراميدز ما بيكسبش فيوتشر. عارف كده يعني. فيتشر كسبان ومتعادل، لكن بيراميدز ما كسبش. يعني انا خدت بتوقعي على معطيات المباريات اللي بشوفها يعني. طيب تعالى بقى الثلاثة في ثلاثة، اكثر ثلاث مدربين عجبوا ايمن الرمادي في الدوري لحد دلوقتي. هتجري بسرعه بقى معايا. يمكن مدرب النادي الاهلي كولر. كولر طبعا مدرب متميز. في كمان طبعا كل المدربين جيدين، لكن كولر طبعا ما حدش ابدا يغفل فيريرا، حتى لو عنده فيريرا ماشي مدرب متميز جدا. التالت. واعتقد اللي عامل موسم جيد السنه دي مع 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 فاركو كابتن طارق العشري. طيب ثلاث انديه ترشحها للمنافسه على كاس الملك سلمان البطوله العربيه. الحقيقه اجري معايا. طيب النصر السعودي. النصر. الزمالك. الزمالك. الاهلي اعتذر ولا لا؟ الاهلي اعتذر. الاهلي اعتذر. النصر السعودي. الزمالك الوداد موجود. لو كمان موجود. لو كمان الاهلي او العين الاماراتي برضو ممكن، لان العين اظن الوحده اللي مشارك. الوحده شويه بعيد، لكن لو العين كمان ممكن يعني. مش موجودين اعتقد العين. مش موجودين. النصر والزمالك. ايوه. ثلاث لعيبه لو كانوا معاك في اسوان كنت ممكن تنافس على الدخول في المربع الذهبي. الحقيقه انا معجب جدا جدا بلاعيبه كتيره. يلا. لكن في لعيب زي مروان حمدي، مهاجم مروان حمدي. جيد جدا. نعم. لكن على فكره حمدي زكي ما يقلش عنه برضه. تمام. متميز جدا. حمدي هايل. كمان كنت اتمنى يبقى معايا الدور الثاني بالحاج. بالحاج. الزمالك طبعا. نعم. واكيد واحد زي الونش. الونش. بس طبعا انا عارف ان هو كان مصاب الفتره اللي فاتت يعني. تعالى نروح لفقره اقر واعترف. ايمن رمادي تقر وتعترف ان اكتر حاجة ممكن تخوفك على بقاء اسوان في الدوري العام هو حدوث بعض المجاملات في الجولات الاخيرة. الحقيقة شوف انا مش خايف ابدا ابدا على فريق اسوان، لان عندي ثقة. نعم. كبيرة جدا فيهم، لكن اتمنى ان يكون في عدالة، والكلام ده يعني الحقيقة بتمنى ان هو ما يكونش موجود. واعتقد ان احنا دلوقتي اعتقد ان الامور افضل من السنوات اللي فاتت في الجزء ده يعني. السنوات الماضية. تقر وتعترف انك لو حصلت على ربع امكانيات فيوتشر او بيراميدز مع اسوان هتدخل المربع الذهبي بسهولة. اقر واعترف ان احنا لو امكانياتنا احسن من كده يعني ضعف اللي احنا موجودين فيه كنا ممكن في وقت من الاوقات ندخل المركز الخامس والرابع بسهولة يعني. تقر وتعترف انه حلمك تدريب منتخب مصر، لكنك مالكش في التربطات ولا العلاقات، وبالتالي لن تحصل ابدا على هذه الفرصة. اقر واعترف ان انا بعشق مصر وتراب بلدي، لكن انا ما بحلمش بتدريب منتخبات الان. انا مدرب انديه. المدربين الانديه مختلفين تماما عن مدربين. تخيل ان انا ما عنديش ابدا اي رغبه في تدريب اي منتخبات يا كابتن احمد. معقوله؟ اكيد. بتحب تشتغل كل يوم؟ برافو عليك. بحب اشتغل يوميا.
حكايه المنتخب دي ممكن تبقى بعد فتره يعني. نعم. بدليل ان النهارده جوارديولا يقدر ينتخب منتخب اسبانيا بكره. ده صحيح. مورينيو يقدر يمسك منتخب البرتغال بكره. نعم. لكن هم مدربين انديه، اعتقد. نعم. ان انا الجزئيه دي يعني صادق مع نفسي فيها كتير يعني. طيب تقر وتعترف ان فيريرا مش قادر يستفيد من امكانيات احمد بالحاج؟ مش فيريرا، نادي الزمالك لازم يستفيد بامكانيات احمد بالحاج بصوره اكبر. زي ما قلت لك احمد بالحاج هو لازم البوزيشن بتاعه يديله حريه اكتر في مساحه اكبر شويه. تقر وتعترف انه عندك عرض الان ومظبط ومربط وانه الموسم القادم غالبا ستكون خارج اسوان؟ لا، الان هو كان في عروض لكن. نعم. لما حصل الاجابات دايما مني ان انا الموسم ده خلاص ما الحقيقه لا، لكن انا زي ما بقول لحضرتك انا في كلام او كلام كان سابق الى الان ما زال موجود لحد دلوقتي في الادراج. نعم. لكن لم يفعل وما اعرفش هيفعل امتى ان شاء الله يعني. تقر وتعترف ان تألقك مع اسوان جاب لك عروض تاني في الدوري الاماراتي؟ اكيد، لان انا الحقيقه المباريات المصريه دايما متشاهده بصوره جيده، ودي كانت ميزه كبيره ليا الحمد لله. نورتني وشرفتني، انا سعدت جدا بلقائي معاك. ربنا يوفقك كابتن. بشكرك كابتن ايمن الرمادي اللي كان منورنا النهارده وعمل نتائج رائعه مع نادي اسوان في الدوري الممتاز كده. تمام، سلام.